مش ممكن. صبوني سقط من الكرسي، سقط تحت من الكرسي، سامحوني لو سمعت الديحة. لو ستتمنى عليه الكرة أي عقل، البرسا تتمنى عنه كرة. الكرة تقول لا لمن؟ لبرشلونة. كيف لا تدخل؟ كيف؟ كيف لا تريد؟ كيف؟ كيف تتمنع؟ كيف؟ روثوها بالحديد والنار. إذا هذه هي الصورة والكادر العام لإطار مباراة ستانفورد بريدج. ليو ميسي وفابريغاس للعب 16 ديربي ضد البلوز التشيلساوي بقميص نادي أرسنال. فاز فقط بثلاث، سجل في ديربي الجانرس مرتين، وخسر 9 مرات ضد الأزرق ضد البلوز التشيلساوي. إذا يوقف مليح دروغبا، يحصل هجمة، يمشي دي خطير، دروغبا وقلب الأسد. أين المفر؟ الأسد أقوى من الفيل، الأسد دروغبا خطير جدا دي، والكنترول حتى أندية الليغا. وهنا كرة خطيرة ومش ممكن، في كرة غريبة مثيرة. كيف لم تدخل هذه؟ كيف لم تركل هذه؟ كيف لم تلم بلانتان؟ أحب تشيلسي ملاقاة الإسبان. وهنا هدف أول في كرة على عرض تعود، الهدف الأول يضيع. كرة فيها شوف سايد. ماذا أهدرت أليكسيس؟ كيف ضيعت أليكسيس؟ الكرة الأولى للبرسا، والبرسا بذكريات 2006 يقول سنعيد. ميسي، ليو ميسي، ليو ميسي، ليو ميسي. الأرجنتيني يرجع بكرة خطيرة وتسديدة وحظ تشكل الهدف، يضيع من مرتين. مش ممكن، مش ممكن. أليكسيس يرجع سانشيز، سانشيز ديافيش، ألفيش يحط كرة على اليسار، والكرة تمشي لنيستا بعيدة. إنييستا يخسر تماس، تمشي بالراس دروغبا، خطيرة مرة أخرى، تسديدة وكرة قريبة. كرة قريبة لفريق تشيلسي عن طريق إسباني، عن طريق إخوان ماتا. كرة أليكسيس، أليكسيس يحط كرة والراسية، والحارس باتر تشيك. كش مالك، كش مات، استسلم يا تشيك. كش مالك، كش مات، استسلم يا تشيك. هكذا يغني ميسي من فابريغاس، 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 فابريغاس وباتر تشيك. كرة من باتر تشيك. نعم، كرة خطيرة أخرى لبرشلونة. البرسا عنده الكرة عن طريق اللعب لمكان فابريغاس، ممتاز اليوم. خرج راسية قريبة والتسديدة بعيدة. كرة ستعود على ضرب فاينل 7 في تاريخ الكتالانيا. تمشي كرة لميسي، ميسي، ميسي، هذه خطيرة. ميسي خرج كرة وصعبة جدا، وكرة الهدف تضيع من أشلي. أشلي كولي خرجها في كرش الحوت. كرة داخل الشباك، الهدف الأول. ميسي اليوم يكتفي بإعطاء التمريرات، ولكن أي تمريرات؟ يعني ذهب عيار 24. ترجع الكرة مرة أخرى، شوف القيمة وشوف الثغرة وشوف الفرصة وشوف اللمسة وشوف الفرجة، ولكن غابت الفرحة. آخر مرتدات راميريز، حتى قدامه خطيرة. راميريز يدخل، راميريز خطيرة، والهدف الأول للبلوز. دروغبا، ديدي دروغبا الغول، ديدي دروغبا الوحش الإيفواري. تعظيم السلام، تعظيم سلام لكرة تمام التمام. 1-0 لهدف أمان، لهدف اثمانان، لتعظيم السلام على الحرس الجمهوري من الإيفواريين. 1-0 للبلوز من مرتدة لعب عليها ولعب إليها وسعى إليها نادي تشيلسي، وكان له مهارات. الكونترا تاك النموذجي، كرة تقطع هنا، كرة تضيع، تمشي على تراب يورب راميريز. ألبش متأخر. 1 نادي تشيلسي، 0 البرسا. البلوز ينطق انجليزي، وميسي يلزم يرجع بالاسباني. هكذا الشوط ينتهي. باس ولا احلى ولا اروع لانطلاقة الجناح راميريز. راميريز يلعب كرة وريترية عرضية، ارضية لريانو. ادريانو مراوغة، ادريانو الحل، ادريانو ركنها. مش ممكن يا تشيك. باتر تشيك على كرة ادريانو، يجد الحلول برشلونة من كل الفريق. عكس فرق ممكن تعول على اسم او اثنين، برشلونة في رأي ليس ادريانو. وادريانو عرضية، وعرضية تضيع، والتسديدة تضيع. والآن يا البرشاوي خاف، يا البرشاوي اخشى القادم، يا البرشاوي خذ حذرك من القادم. كرة ما تدخلش، كرة ما يدخلوها، غاني مدرجات. والكرة لفابريغاس، وكرة هدف التعادل، والتعادل يضيع. مش معقول، مش معقول يا سانشيز، مش معقول يا أليكسيس،
مش معقول. البرسا قد يعاقب، البرسا تتمنى عليه الكرة، يعقل؟ البرسا تستر عليكم يا بلوز. ايه تشيلسي خطيرة، لا ميسي ضغط عالي، افتكوا الكرة، ميسي يهرب، السهم يتعدى، يمشي ميسي، ميسي 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 ميسي، سدد والدفاع ركنية، ركنية للبلاو جرانا. كرة للبرسا، كرة للبرسا. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، بدا يظهر ميسي، بدا يظهر في ليو ميسي الارجنتيني، لا خلال تشافي، يمشي تشافي وعالية. البرسا اليوم غير موفق بالمرة، البرسا غير موفق بالمرة، البرسا يهدر كرات غريبة جدا، لأنه مرتين في هذا المكان هي كرة هدف. خطا يتنفذ، يمشي فرانك لامبارد والراسية وكرة بعيدة، كرة بعيدة، ضربة مرمى كانت راسية القائد جون تيري. كرة ستعود لفريق نادي تشيلسي أو برشلونة. هنا الكرة الأخيرة الحركية في منطقة الجزاء، الكرة الثابتة، طريقة التنفيذ الباش مباشرة، يمشي الباش يسدد ما تعداش، اسمنت مسلح اليوم من تشيلسي. ترجع الكرة مرة أخرى، انيستا، دروكبا خطيرة، دروكبا فيها خطا في رأيي، فيها خطا، فيها فاول، فيها فاول صحيح. كالو سالومون يعمل خطا، سليمان كالو، شوف الخطا في دوري الابطال، يمشي ميسي يسدد كرة خطيرة، تعادل يضيع، مش ممكن تشيك العملاق، مش ممكن يا تشيك، مش ممكن يا تشيك. انا ظلمته في الشوط الاول، قلت له كش ملك كش مات، استسلم يا تشيك. الان نقول له على كرة كارلسبيو، جوردن بانكس، والله جوردن بانكس في مونديال السبعين، والله بانكس وقف بيلي بهذه اللقطة، الله يا تشيك. الان نقول له كش ملك كش مات، انت الملك يا تشيك. هي صعبة جدا، 1-2، ومش ممكن ينقذوا، والهدف التعادل يضيع، مش ممكن، كيف ضاعت، مش ممكن، صدقوني سقطت من الكرسي، سقطت تحت من الكرسي، سامحوني لو سمعت الزيحة، لو سمعت سقوطي سامحوني. يا جوارديولا، يا الغدار، يا الغدار، يا الماكر، مش ممكن على كورة ما حبتش البرسا، الكورة دار دار البرسا، جول، لا ورجعت، ولا الكورة قالت لا، تشيلسي كاد يلدغ، الله على الباس، الله على الدفاع، الله على المتابعة، الله منك يا قايم، والكرة تضيع يا السيد ويا كيتا. خلاص 1-0، 1-0، وتشيلسي كالنار، هناك النار يا دي ماتيو، 1-0، مبروك لتشيلسي، مبروك لأبرا، مبروك للإنجليز، مبروك للتشيلسي وعشاقه، حدنا أوم فارمي برشلونة. البرسا اليوم لم يكن محظوظ، ولكن نعطيه حق البلوز، تشيلسي ربح بالروح، تشيلسي ربح بالالتزام، تشيلسي ربح بالانضباط، معركة كاملة.